نحن فخورين ونعتز بمشاركتنا في هذه الألعاب العالمية السادسة، وهي تعتبر الألعاب الأولمبية العسكرية، وخاصة الحفاظ على لقبنا وكأس العالم لكرة القدم المحصل عليه بريو دي جانيرو ب 2011. لازم على هذا الناس وعلى الشعب الجزائري أن يكون فخور بهذه الإنجازات، فخور بهذا الشباب الذي قدموا النفس والنفيس للحصول على هذه النتائج التي ما كانتش سهلة. اليوم يوم تاريخي، يوم استقبال أبطال الرياضة العسكرية بهذا التتويج كبير، سواء في رياضة كرة القدم، يعني سيدي سون دي أبطال العالم في المرة الثانية. اللي ربي فوقنا ووفقنا لهذا التتويج، هذا درنا الواجب، خاصة الواجب، واحتفظنا باللقب. الشيء الإضافي هو ونقول أنا رفع الألوان الوطنية في كوريا الجنوبية، قدم 134 دولة النشيد الوطني. هذا هو الهدف الأساسي. نشكر كل اللاعبين اللي داوم عليهم في هذه الدورة، هذه بلا ما ننسى الطاقم الفني والطاقم الإداري والطاقم الطبي، وحتى السلطات العسكرية اللي سهروا معنا. الحمد لله، اون ديفوندي لي كولور الجيريان، اوني فيار دو سا، وان شاء الله سا سرا با الديرني تروفي ان شاء الله. حنا شفنا حاجة أخرى، شفنا بلي ديزيكيب بالك عندهم 8 9 ولا ما يلعبوا. الحمد لله بالقلب والحرارة جبنا هذه الكأس، فرحنا رواحنا وفرحنا الشعب الجزائري. كانت بطولة صعبة، باسكو المنتخب القطري اللي جاب لاعبين يلعبوا في البطولة تاعو، مام المنتخب الكوري جا لعب بالفريق الأولمبي تاعو وعنده 6 لاعبين في الفريق الأول. تما كي تشوف هكذا لعبنا ضد منتخب كوري، ضد المنتخب القطري، مش غير الجزائر، المنتخبات كاع هما اللي بيان سور، باسكو كي تشوف كوريا ينظموا فيها في بلادهم كانوا طامعين باش يفوزوا بهذه البطوله. حنا كانت عندنا اراده كبيره، اللي فزنا عليهم وتمكى في ديمي فينال، اللي خلانا باش نجيبوا هذه لا فينال. الحمد لله، حنا امنا بلي بالقدرات تاعنا، ما حنا ما نكذبش عليك، عندنا ان تري تري بون ايكيب، وان لابلي بار يلعبوا في فرق مليحه في الشامبيونات تاعنا. الحمد لله، حنا لوبجيكتيف تاعنا رحنا ليه باش نجيبوا لا كوب هذه، وربي وفقنا وجبناها كما قلت لك، شرف لينا ولكل جزائري.